عنده دراسات عنده دراسات. استخدون ورا الهند استخدون ورا الهند. السافة دي راجع على الشنطه بتاعتها لا محترم والله. خد الشنطه بتاعتك خد الشنطه خد الشنطه خد الشنطه الواد بطلت لا راح اهي 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 ماسك اهي خلاص بقى يا عم ماسك اهي ضرب ايه دخل دخل حيف دراعه فتح خايفه في رجله في رجله في رجله صور بقى اللي شايفه ضربه صور صور تعالى تعالى ارجع يا بس يا والله احنا عايزين يجوا هنا طلتك معبره هتوصل هنا يا عم العيال ما بتجيش برضه بيخافوا والله العظيم خش يا كابتن احنا عايزين نجربتهم ان هم اصلا عمرهم ما يجيلك الحديد احنا عايزين بس عشان ياكل حد الحديده اللي هناك دي بيضربوا بيجروا في البنات خلي بالك بيجروا وراهم بيطلعوهم والله يفضوا يفضوا المدينه يفضوا الجامعه بيفضوا في الجامعه ما حدش يروح يا رجاله ما حدش يروح عمليات خاصه جه واحد عمليات خاصه عمليات خاصه اللبس بتاع الجيش ده لبس تعالى تعالى قص امك تعالى لبس ضد الرصاص ايه؟ احنا ارهابيين ولا ايه؟ خلاص خد واحدة ولا ايه؟ عار عليك والله عار خد واحدة خد معاه واحدة؟ خد واحدة طب ياخد واحدة ازاي من ضمن ده كله؟ ما هو عايز يدور كلمة يا على فكرة هو بينجد مزاج عمره ايه؟ خد انا مستغرب انك خلصت غزة ده رجالتنا احنا دي اللي بتضرب دي بيضرب شماريخ هو عايز يوقع يا عم لا رجالتنا بتضرب شماريخ عليها يا رجال كله يجري كله يجري بص اللي هناك دول
لا على اعتبار ان هم طلعوا مش شايفينهم، هم شايفينهم اصلا. ناس في واحد تاني. طب ادخلوا لهم يا جماعه.